بس انا عارف كابتن فتحي برضو، كابتن جوهري زي ما حضرتك قلت رجل عسكري، ويمكن ان شخصيه حضرتك مع كابتن جوهري يمكن تلاقيته في نقطه واحده على عمليه الالتزام وعمليه المواعيد. غرمناك مره وغرمتني كتير مره لا واحده. مره هنرجع لقول القصه. $100 رجعها بتاعت كابتن لا في مره في دفاع جوي نعرف مين خرج. دي مناسبه نعرف الحكايه بس مين اللي خرج حضرتك من غير اذن؟ مين قول كابتن هاني؟ أيوة رمزي ومين؟ ومين انا هشام يكن؟ لا كان معايا مين؟ حسام حسن. طب ده احنا رايحين غير اذن. خرجوا من غير احنا رايحين عارف ايه؟ كنا مدين نجيب الجرايد كنا احنا مدين تعليمات بس دي برضه عايزه استئذان. لا مش استئذان. بصي احنا كنا قاعدين في الدفاع الجوي ممنوع طبعا الخروج، والكابتن فتحي لو ما كانش يعني لو ما كانش الكابتن فتحي موجود ومبلغ على البوابه اللي هيخرج لازم تجيبوا لي اسمه يبقى. وكابتن فتحي ساعات بينزل يلف على بص على كل واحد فيكم اولا. فاكر الاوض؟ والاوض يعني كابتن فتحي يخش الاوض 11. كابتن فتحي يخش يعدي على الاوض، احنا خلاص اتعشينا الساعه 9 يا جماعه 10 ونص كل اتنين في اوضه. كابتن فتحي بيعدي على اوضه فطبعا بيعدي ما بي يعني ما لقاش كابتن هاني ولا كابتن حسام. فنزلنا انت عارفه كان الدفاع الجوي ما كانش لسه حواليه حاجات كتير يعني، فكان في حد بتاع جرايد بيجيب الجرايد، فنزلنا انا وحسام نجيب الجرايد عشان نتسلى شويه ونقرا الجرايد طبعا ما تعديش على كابتن فتحي. فطبعا بغرامه يعني كان عمليه فعلا. التزام على اعلى الحدود. والله العظيم هذا الجيل انا بصراحه تعاملت في كره القدم فتره طويله جدا. هذا الجيل كان التزام 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 بطرق غير عاديه، في النوم في الاكل في التدريب. يعني التدريب فاكر لما كنا بنطلع جمعيه احمد عرابي جبل يا كابتن، جبل رمل وتبه 70 80 متر فوق جبل. وكانوا بيطلعوا لا كان في عشق لكره القدم وعشق ايضا لحب الولاء لمنتخب مصر. هذا الجيل اتمرنا كابتن في معسكر الجيش اللي قدام قدام دار الدفاع الجوي يعني. الجوي اللي هو بتاع الصاعقه. طب عمر المشوار الطويل دوت ما كابتن فتحي مثلا مش هقول لك اعترض على قرار من الكابتن جوهري، لكن كان في وجهه نظر مختلفه شويه في بعض الاحيان؟ طبعا وجهه نظر في ماتش بوركينا في ماتش الاخير بتاع جنوب افريقيا. لو تفتكر ماتش جنوب افريقيا النهائي 8-9 كنا برضو انت عارف كان لسه شرايط الفيديو ما كانش بقى الحاجات اللي كان شرايط فيديو. رحنا اتفرجنا على شريط فيديو انا والكابتن جوهري. وايه رايك ومش رايك؟ قلت له لا انا في لعيب معين انا ابتدي بيه، هو عنده فكر يبتدي بلعيب وانا عندي فكرة ابتدي بلعيب. يعني التشكيل كان الكابتن جوهري حاطط لعيب التشكيل خلاص بس هو اختلاف في واحد بس يا كابتن ده احسن يا كابتن لا انا شايف. قعدنا يومين ساكتين ايه فكرت فيه؟ قلت له انا اللي فكرت فيه انا شايف انه انسب ده المناسب لان احنا محتاجين حد برضه في الحته الدفاعيه يكون عنده الحته دي. انا عمال افكر حته الدفاعيه بحد من الدفاع لا ما انا اقول اسامي لا طبعا كنا بنفاضل بين عبد الستار وطارق مصطفى. كابتن جوري عايز عبد الستار، انا كنت عايز طارق مصطفى لانه قلت له طارق هيميل لناحيه الدفاعيه برضه هيملى لنا وسط الملعب شويه. طارق مصطفى فضلنا يومين ساكتين والاخر رغم ان عبد الستار كان ماشي كمان كويس قوي ماشي كويس جدا وعامل ولكن الماتش ده كان ظروفه ان انت برضه محتاج حد يساعدك. فرق جنوب افريقيا السنه دي كانت كويسه قوي. بس وانت فاكر الماتش ده لو انا فاكر الماتش طبعا الماتش طب هفكرك انت لعبت فين؟ انا لعبت على الدايره ولعبت بغطي فين؟ بغطي الجنب الشمال ناحيه الشمال مظبوط مظبوط هو التاريخ لا اصل كمان بغطي الجنب الشمال وماتش بوركينا برضه نفس الشيء لان كان عندهم واحد في الجناح اليمين كان طلقه زي الطلقه فكنا بالكابتن هاني دايما حته الشمال دي يعني كنت بلعب ديفندر وكان انا فعلا كان الكابتن جوهري وكابتن فتحي بيقول لي طيب وانت بس اول ما الكره يبقى مايل شويه ناحيه الشمال ناحيه عبد الستار ناحيه طارق في الجزئيه ديت عشان نبدا نغطي الجزئيه ديت بشكل كويس يعني كان كان فبقى الكابتن جوهري بقى جه اخر يوم قال لي ايه رايك؟ قلت له انا رايي زي ما قلت لحضرتك ده قبل الماتش بيوم خلاص قبلها بيوم. قال لي بس انت برضه على فكره مش عايز تقتنع. قلت له انا مقتنع بحاجه وانت حضرتك مقتنع بحاجه وانت انت الريس انت المدير الفني خلاص انت وجهه نظرك خلاص انا هحترمها بس. فجي بقى جه يوم الماتش قال لي لا طارق مصطفى يلعب زي وجهه نظر حضرتك زي وجهه نظر
ولو تلاحظ ماتش جنوب افريقيا مين اللي جاب جول فاكر؟ جاب طارق مصطفى. طارق مصطفى من فاول تكتيكي. فاول تكتيكي اتعمل واحمد طارق انا وحسام وطارق مصطفى والهدف طبعا بتاع احمد حسن شوطه من بره بعيد جت من بره. اه يعني بس